كان يا مكان في قديم الزمان، أديب مسافر على متن قارم يحاول أن يكتب قصة. قصة عن طيار عظيم جاب أنحاء العالم بطائرته، لكنها تحطمت. تحطمت في جزيرة يسكنها أناس غريبون، أناس يضيئون في الظلام. يضيئون في الظلام؟ نعم، ولا تسألني لماذا، لأنني لا أعرف. المهم، كان في تلك الجزيرة أيضاً رجل ضخم يعيش في لعبة فيديو ويحطم الأشياء طوال الوقت. أوه، وماذا حدث بعد ذلك؟ حسناً، إذا أردت معرفة بقية القصة والاستمتاع بالكثير غيرها مع أحدث القصص الغربية والعربية، عليك أن تشاهد إن سينما من إنفيجن.